إذا نحن في عنا اللي تفضلت فيها دكتور هو خلاف خلاف الطائف. نعم اللي تفضلت فيه خلاف الطائف وخلاف الدستور. الطائف أصلا ليش طبق الطائف لحتى تقول لي خلاف الطائف؟ ليش في طبق بالحد الأدنى في دستور واضح له علاقة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية. إذا كان في 86 نائب بالبرلمان فجلسة منعقدة معناتها الميثاقية مؤمنة وانتخب أي كان فما في يجي يقول هذا خلاف الإرادة المسيحية. اليوم سليمان فرنجية بالحسابات دكتور لو سمحت بس بالإذن سليمان فرنجية اليوم بحسابات اليوم بالحد الأدنى بجيب 15 صوت مسيحي. كم عنده نائب جبران بسير وكم عنده نائب سمير جعجع؟ يعني هودي ببطلوا مسيحيين ببطلوا مسيحيين إلا إذا كان قوات أو تيار. هذه ميثاقية سياسية اللي عم تروجولها وهذا اللي عم وهذا الخطاب الخاطئ هذا بيوصل لمكان خطر في لبنان. معناتها بكرة عفوا دكتور معناتها بكرة كل طائفة تعمل كل حزب أو فريق طائفي بيعمل خطاب طائفي بحشد طائفيا وبيجي بيقول ممنوع حدا ينتخب إلا نحن. فنحن صارت فدرالية طائفية نحن فدرالية طائفية غير معلنة بلبوس الطائف. نعم تفضل كعدنه انت بعيد عن الموضوع انه هذا هو الموجود وقت اللي ينتخب رئيس مجلس النواب اوكي ينتخب كمان على 65 صوت وقت اللي ينتخب هذا بأي كلام ينتخب على 65 صوت ينتخب على بأي كلام مش كلامك لحظة بس وقت اللي ينتخب الرئيس او كلف الرئيس مئاتي اوكي كلف كمان لانه عنده أكترية وعنده حيثية سنية موجودة رئيس مئات عنده حيثية سنية صاعد بالانتخابات ما ترشح الانتخابات رئيس مئات لا بوقت التكليف هو عم بيقول حتى إنه كلف بخمسين بأربع خمسين صوت رئيس مئات بس عفوا شوي الشهدين اللي اعطاهم الدكتور بأيدوا كلامي مش كلامه. رئيس بري انتخب بخمسة وستين صوته لو كان عندهم أي مرشح آخر شيعي كانوا رشحوه شو كان بدي يقولهم ممنوع. الفكرة اللي بدي أقولها دكتور بس عفوا شوي القوة المسيحية بتكون قوية مش بتحتمي بالطائفة بتروح بتعمل تفاهمات سياسية. اليوم لا الدكتور جعجع قادر يعمل تفاهمات سياسية وطنية ولا جبران باسيل قادر فعم يحتموا بالطائفة وانتوا عم تأيدوه. لا انتبه جبران باسيل وقت اللي كان حليفكم كانش حليفنا ولا مرة الحمد لله حليف الحليف انتوا شو عملتوا وقت اللي كان حليفكم جبتوا رئيس حكومة حسان دياب وحطيتوا بغض النظر عن اي شخصية موجودة وما كان في اصلا جيبوه لانه قريب من الامريكان مرشح وما سألتوا عن هذا الموضوع. فالموضوع منه موضوع نحن بالبلد بالوقت الحاضر كل طائفة عم بتقاتل على رموزة او عم بتقاتل على مقعدة. فلذلك ما بدنا نقعد نقول والله نحن بألف خير لا نحن ما لنا بألف خير وقصة الميثاقية أساسية لأنه إذا عندك جمهور مسيحي كبير معارض رئيس جمهورية ما بعتقد معارض اسم رئيس جمهورية ما بعتقد أنه راح تمشي البلد بهذا الموضوع. بس يا دكتور بلال التعاون بده يكون مع الكل لأنتش رئيس فإذا خلينا نروح على الفدرة مثل ما عم تفضل خلينا نروح على التقسيم والفدرة لو أهون دكتور بلال ما هيدا أنا اللي بدي أسألك يا هل أنت تؤيد يمكن خطاب القوات بتغيير الصيغة أو حتى خطاب الوزير جبران باسيل بالتقسيم ولا مركزية الإدارية وغيرها من الشعارات كفدرالي وغيرها من هالقصص؟ أنا ماني مؤيد بهذا الموضوع بس ولكن خلينا ننظر للطرف الآخر الثنائي الشيعي بكل وضوح. هناك قرار وتكلموا عنه انه نحن بدنا هذا الرئيس ونقطع السطر غير صحيح هذا الكلام انا بدي هذا الرئيس ونقطع السطر ها غير صحيح يا دكتور عفوا يا معليك غير سعادتك لا في هذا الواقع موجود وبعتقد موجود وموسع تعال انظروا على الانتخابات يا انظروا على الانتخابات على جلسه نحن بدنا رئيس بس الله يخليك نحن بدنا رئيس ما يطعن المقاومه اكيد نحن بدنا رئيس ما يطعن المقاومه ويحافظ بدنا رئيس يحافظ على الشعب كمان لانه الشعب بنهار. نحن صرنا سنين واقعين بازمه طويله عريضه ما فينا بعد نتكلم بموضوع طيب صحيح انه لا نحن بدنا رئيس يحافظ على المقاومه وبدنا رئيس يحمل مقاومة. نعم نحن بدنا رئيس الشعب كله يكون هو مقاوم مش نعم. فريق واحد يكون مقاوم